مرة تانية نرجع مع حضراتكم لمركز المؤتمرات عشان نتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مع الزميلة أميمة تمام. يا أميمة صباح الخير. صباح الخير شاذلي، صباح الخير مشاهدينا الكرام، بنحييكم من مركز المؤتمرات في شرم الشيخ في مدينة السلام. الحقيقة النهاردة في احتفالية كبيرة جدا، فعلا ما يشبه الاحتفالية، لأن بيعود أخيرا منتدى شباب العالم للانعقاد من جديد بعد سنتين من الانقطاع في أعقاب جائحة كورونا، ولكن في خصوصية شديدة في هذه المرة، لأن زي ما كلنا عارفين بيتناول موضوعات كلها تتعلق بما بعد الجائحة في شتى المجالات. منتدى شباب العالم أيضا له خصوصية المرة دي أكتر من أي مرة فاتت. ليه؟ لأن بعد ما بيعود في هذه المرة منتدى شباب العالم، بنجد أنه هو بيعود في ظل اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة التابعة للأمم المتحدة للمنتدى كمنتدى عالمي من خلال النسخ الثلاث السابقة التي أثبتت نجاح كبير جدا في التواصل بين شباب العالم، فأصبح هو منتدى عالمي معترف به على في كل أنحاء العالم. طبعا احنا محتاجين ان احنا نوضح موضوع الاجراءات الاحترازيه، لان صحيح ان احنا بنقول في اعقاب الجائحه، ولكن الجائحه لم تنتهي بعد، الجائحه ما زالت مستمره، ولذلك بنجد انه في حاله من الاستنفار شديده جدا هنا في المؤتمر، الحقيقه مش بس في شرم الشيخ، بدايه من اقلاع الطائرات ووصول المسافرين للمطارات كان في اجراءات مشدده من خلال فحص كل المسافرين والمشاركين من خلال المسحة البي سي آر، وطبعا بعد أن يثبت خلوهم بياخدوا الطيارة بيوصلوا لشرم الشيخ. هنا أيضا في الفنادق كان بيتم عمل مسحة أخرى، وطبعا التأكد من أن كل المشاركين أصلا حاصلين على اللقاح يعني من قبل. وخلال المؤتمر كل 48 ساعة بيكون في بي سي آر أو مسحة أخرى بتتعمل لكل المشاركين عشان يتم التأكد من خلوهم من فيروس كورونا. طبعا في التزام تام بارتداء الكمامات، حتى لو حد يعني افترضنا أنه هو خلع الكمامة شاذلي لا بيرجعوا تاني بينبهوا لي حواليه، يعني ده موضوع أساسي. النهاردة طبعا بعد قليل سيتم افتتاح المنتدى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهاردة من المنتظر في أعقاب الجلسات وبعد ما ينتهي برنامج اليوم هيتم افتتاح المسرح مساء في احتفالية كبيرة جدا بتحضرها الفرقة الأفريقية الشهيرة، وبيحضرها أيضا السادة الحضور. احنا الآن طبعا في حالة شغف شديد جدا في انتظار أن تبدأ فعاليات هذا المنتدى بعد هذه الفترة من الانقطاع، وهنكون متواصلين معكم على مدار اليوم إن شاء الله في كل الخدمات الإخبارية وفي كل البرامج عشان نطلعكم على المزيد. بنشكرك يا أميمة، وبالتأكيد كلنا طبعا زي ما قلت في حالة شغف في انتظار الافتتاح وفي انتظار المسرح وفي انتظار ان احنا نشوف تعب الشهور اللي فات تكلل بالنجاح في ان المنتدى يظهر في نسخته الرابعة بطريقة تليق باسم مصر. كنت بتتكلمي كمان عن نقطة مهمة جدا وهي تطبيق الإجراءات الاحترازية، عشان بس بنوصل رسالة للعالم كله ان مصر قادرة على تنظيم مؤتمر ومنتدى بهذا الحجم وبهذا العدد الكبير بعمل فقاعة طبية كبيرة. كنا دايما حتى بنشوف الفقاعة الطبية دي مصغرة في بعض الأحيان، يدوب مثلا لما يكون في فرق بتشارك في بطولة أو كده، لا احنا عندنا فقاعة طبية كبيرة، لأن انت في كل مكان بتعدي منه لازم طبعا زي ما قلنا في البداية أي حد بيشارك لازم يكون حصل على الجرعتين من اللقاح، بالإضافة إلى مساحات البي سي آر اللي كل 48 ساعة. انت ما بتتعاملش مع حد مش واخد اللقاح، حتى العاملين في المجال السياحي طبعا حضراتكم عارفين انه تم تطعيم جميع العاملين في المجال السياحي، جميع السائقين، كل اللي شغالين في البزارات، فبالتالي ضيوف مصر في مأمن طول ما هم موجودين في مصر لحد ما يوصلوا بلدهم ان شاء الله بسلام. شكرا جزيلا ليكي طبعا يا أميمة. دلوقتي